تعلم أن تسابق الزمن من أجل الوصول إلى هدفك، وحارب بكل ما أوتيت من قوة لكي تحافظ على هذا الهدف. تحية طيبة لكم مشاهدينا وين ما تكونون، وهذه حلقة جديدة من برنامج المحطة، ويا هذه الأمسية الرمضانية جميلة ويا ضيوفي الأكارم. خليني أرحب بضيفي الأول أبو ضياء الصغير، قيادي في الحشد الشعبي. حياك الله أستاذ أبو ضياء. مرحبا بكم، تقبل الله. أهلا وسهلا بك، ورمضان كريم عليك وعلى العائلة. علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والبركة الجميع. آمين رب العالمين. أيضا ضيفي الآخر هو السيد سلطان الموسوي، مدير عام التقييم والتطوير في الحشد الشعبي. حياك الله ورمضان كريم عليك. صيام مقبول يا رب، وليلة مباركة بمولد مبارك إن شاء الله. أيضا ضيفي الثالث هو السيد كاظم أبو أحمد الجابري، آمر اللواء الثامن في الحشد الشعبي. حياك الله ورمضان كريم عليك سيدنا. ضيفي الرابع هو الحاج أبو أكبر الخالدي، آمر لواء 33 في الحشد الشعبي. حياك الله ورمضان كريم عليك. الله يحفظكم، تقبل الله منكم ومن صالح الأعمال إن شاء الله يا رب من الجميع. اليوم من اسم برنامجنا هو المحطة، فراح نضيء على يعني محطات في حياة كل شخصية من الشخصيات اليوم اللي جالسة أمامي. خليني يعني أبدي عادة من اليمين، فنبدي منك. عادة من يبدون من السادة. نبدي من نام، واحنا نمشي على اصحاب اليمين. اصحاب اليمين، فخلينا نبدي من البدايات. لحظة مجيئك مع السيد محمد باقر الحكيم، وهذه اللحظة لحظة دخولك، مع استقبال الناس، الاجواء غيرها، خلينا نحكي عن هذه المحطة بالبداية. بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله أعمالكم وأعمال المشاهدين الأعزاء في هذا الشهر المبارك، وكذلك نبارك في هذه الليلة المباركة ولادة سيدنا ومولانا كريم أهل البيت الإمام الحسن رضوان الله عليه. أرجو من الله أن يكرمنا بلطفه ومنه إن شاء الله. أول محطة كان لي شهيد المحراب دخوله، والحمد لله الله وفقني أن أكون معه في نفس السيارة. طبعا هو كان يوم الأحد، يوم 9/5/2003. نعم. وطبعا تفاجئنا بالدخول بشكل ما مصدق. كنا نتخيل مثلا شلمشة أكيد نلقانا كم واحد عرفه أو كم واحد باستقبالنا. وإذا نتفاجئ من بداية دخولنا اللحظة الأولى حتى الجمهور تجاوز الحدود الإيرانية، يعني هم يعرفون جايتكم. لو إيه كان أكو خبر واصل. نعم. يعني أنه السيد الحكيم راح يدخل. أصور هو فد يوم تأخر يعني بوقتنا، فعبرنا الحدود شلمشة، وقلت لكم هاي الناس الآلاف المؤلفة حتى دخلت للأراضي الإيرانية. شوي كان هم أكو تسهيلات من قبل الإيرانيين، مو بعنوان تعال تفضلهم، لا يعني بس ما كانوا استعداد. ايه؟ ما كانوا استعداد يعني امني، خاف يجون، خاف يعبرون الناس. على كل هي من حبها الناس اكيد طبعا. لا ماكو شيء، ما كان مسلحين او فد شيء عندهم لا سوى الترحيب. ومن بدايه الطريق اللي استمر حوالي احنا عندنا بحدود الثلاث ايام الى ان دخلنا الى النجف، من بدايه الشلمشه الى وصولنا الى النجف يعني المنظر ما تغير عندنا. والشيء العجيب بذاك الوقت لا اكو موبايلات ولا اكو سيارات ولا اكو بنزين ولا اكو فلوس الناس عندها، كانت حرب. فحاله عفويه جميله جدا يعني بالطرق، حتى بالصحاري، حتى بين المدن بشكل كبير جدا. قسم على البايسكلات شفناهم، قسم ما متوقع كان من ابدا يعني طرق. بالنسبه لنا واحد من الناس يعني صدق تفاجئت يعني بشكل ماكو يعني مثل. تذكر فد مقوله قالها السيد يعني في هذه الاثناء، يعني مثلا على هذا الاستقبال، يعني قال مو غريب علينا بس تفاجئنا، واقعنا تفاجئنا. و يعني كان طبعا هو السيد الحكيم عنده رحمه الله عليه عنده فت حاله اطمئنان بشكل كبير جدا. يعني كان التحذيرات الى انه لا تدخل، القوات البريطانيه واقفه والدوليه موجوده. نعم. وحتى تهديدات بشكل غير مباشر انه اذا دخلت يا سيد الحكيم فيدخلون وياك، يمكن اخير شيء صار الاتفاق خمس نفرات تدخل انت، خمس نفرات مسلحين بمسدس.
هذا المسموح لك. نعم. هي أجواء يعني حلو الواحد يتذكرها، خاصة أنه أنت بقيت على هذا المنوال أنه الجهاد وغيره. الحمد لله. سيدنا، إذا أسألك عن اللحظات اللي جت الفتوى بيها، الفتوى الكفائية وفتوى الجهاد، وين كنت ومنين جاءك الخبر مثلا؟ وهل أنت من البداية كان عندك هذا الواعز أنه تتجه إلى هذا الاتجاه الجهادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة الأيام. الحقيقة صدور الفتوى هو كان شيء معلن، واليوم وسائل الإعلام وسائل التواصل لا تعطي لأحد العذر عن ما يسمع أو ما يرى، وخصوصا أنا كنت قريب من مصدر القرار في ذيك الفترة. فصراحة كان متابعتنا للأنباء دخول داعش إلى المناطق الغربية والشمالية بشكل يعني يومي. وفي لحظة أنا شخصيا يعني شعرت أنه أكفرت خطر قاعد يداهم الوضع في العراق، باعتبار ما كان تعكسه وسائل الإعلام من دخول هؤلاء المجرمين إلى محافظة الموصل وطريقة تجولهم وملابسهم أشكالهم، تدل على أنه هذه القضية هي ليس قضية مثلا ممكن نعتبرها كما يدعون هي اجتياح دولي. ممكن لو كان اجتياح اقليمي او دولي تشوف قطاعات نظاميه، والقطاعات النظاميه تقاتلها قطاعات نظاميه، هي اكو وحشيه بالموضوع، شكلهم وضعهم من غير منظمين. هذا فرد شيء كان حقيقه يشعر بالخلل الخطر والقلق. وانا الشيء اللي احب اذكره في هذه المفرده انه كنت مسؤول عن مؤسسه اعلاميه، وما كان يعني كلش من المفروض اترك هذا العمل واتجه الى اصل عملي اللي هو العمل الجهادي، لكن انا فضلت في تلك الفترة أنه يعني أعمل في جهاد ومع إخواني الذين نبوا الفتوى في وقتها أفضل مما ما أقوم به حقيقة من عمل سابق اللي هو كان معني أكثر شيء بالقضية الإعلامية. لذلك أنا أعتبرها يعني أنت زميل إعلامي يعني. نعم. لذلك أنا أعتبرها فرد لحظات مهمة في حياة كل إنسان عراقي، وأيضا مهمة في حياة المجاهدين الذين الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه ما حصل في معركتنا مع داعش هو يعني فرد شيء ساهم في إيضاح الهوية الحقيقية للمجاهدين الذين قارعوا النظام أو بعد سقوط النظام. وأعتقد داعش فائدته في الوضع في العراق أكثر من ضرره، باعتبار هذه اللحمة وهذا التكاتف وصدور الفتوى وبيان عدم وجود أي طائفية في نفوس العراقيين خصوصا الشيعة منهم، مسيح الكل كل يعني انطت فرد انطباع جيد بالحقيقه. واعتقد انه هذه المعركه لولا هذا التلاحم والفتوى ووجود المقاومه الاسلاميه واندفاعها والاحزاب الاسلاميه اللي كان لها دور كبير في تنظيم الناس، انا اعتقد كله. وايضا الناس اللي ساهمت في الدعم اللوجستي في وقتها كان فرد محطه مشرفه في تاريخ العراق المعاصر. فرحة الناس بهذا الموضوع لان حسوا الناس كلها هبت. هو طبعا هو خيارات كانت صعبه، اولا كان اكو هناك نقد للوضع السياسي، اكو نقمه، واعتقد انه العدو اختار فرد نقطه كان يعتقد بها ان يجد خلل في المنظومه السياسيه المنظومه الثقافيه العراقيه، وممكن ان تتعاطى مع هذا الحدث. لكن سبحان الله انتباه هي جت معاكسه، انتباه المرجعيه الدينيه ما كان يتوقع هيك العراقيين. نعم، صدور الفتوى كان فتحت فاصل في إعطاء الناس تكليفهم الشرعي في مواجهة مثل هكذا. الدولة لا تستطيع أن تعطي تكليف شرعي، الدولة تعطي أوامر تنفيذية، والأحزاب السياسية أيضا لا ليس لديها سلطة شرعية على الناس، لها سلطة بعنوان على الناس أتباعها، ويجوز مو بالجميع ممكن أن يستجيب. لكن صدور الفتوى وحد العراقيين وأعطى زخم لكل من لديه رغبة في المشاركة سواء على المستوى القتال المباشر أو الدعم اللوجستي. حلو هذا الشيء سيدنا. خليني انتقل إليك أستاذ فطار. نعم. اليوم لازم نحكي عن محطات سابقة قبل الدخول في الحشد ومفاصل الحشد وكذا. أين كنت؟ هنا عرفنا معلومة أنه كان زمين إعلامي، يعني نريد نعرف وين كنت قبل وشون إجاك الخبر، خبر يعني الجهاد الكفائي والفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة وعلى هذا البرنامج اللي هو محطة. أهلا وسهلا.
الحقيقة أنا كنت قبل معتقل لسجين سياسي لسنوات طويلة، قضيت تقريبا 9 سنوات داخل السجن، حكم عليه بالسجن المؤبد، وخرجت قبل السقوط بأيام قليلة، يعني أشهر، شهرين أو ثلاثة، طلعنا قبل السقوط، قبل السقوط النظام. ورجعني، أنا كنت موظف قبلها في دوائر الدولة، عدت إلى الخدمة ورجعت مارسة عملي في دوائر متعددة. في يوم 8/6 كنت طالع في أول الصباح للدوام، وسمعنا بخبر سقوط الموصل والمحافظات، وبقينا نتابع في اليوم الأول والثاني. يمكن عذرا على المقاطعة، بس هو حتى النساء من سمعت هذا الخبر عبات تحس أكو فشي بداخلنا، يعني تحرك بداخلنا أنه نريد نساهم، نساعد بأي شيء. فصارت حالة من الغليان والاضطراب الشعبي، وحالة من سقوط محافظات عراقية صعبة كبيرة، فصارت حالة مردة الفعل. صدرت الفتوى المقدسة اللي حركت كل العراقيين. طبعا الفتوى كانت فتوى وطنية شرعية، شرعية وطنية على كل عراقي، نص الفتوى على كل عراقي، فكانت لكل العراقيين. حقيقة طلعوا العراقيين وأبدعوا بهذا الخروج الذي أذهل العالم جميعا. فالتحقنا، أنا التحقت أيضا إلى صفوف الحشد بالأيام الأولى. دوامك عارضة وشي من أبدا ما كان بالعكس. كانت كل المؤسسات، دوائر الدولة، أيضا حتى رئاسة الوزراء وجهت فعلاً إنه فتحوا الأفق بدون أصلاً بدون كتب جينة. التحقنا بالأيام الأولى بدون كتب، بس إشعار للدائرة، تأييد أخذنا لهم بالأيام الأولى، وكان دعم. فتحت مؤسسات الدولة سيارات دعم تجهيز، كل مؤسسات الدولة، الوزارات، وأنا كنت أعمل في شركة نفط البصرة في حينها، اللي كانت هي شركة نفط الجنوب. نعم. وتوجهنا، جينا إلى هيئة الحشيد، وما كانت اسم هيئة الحشيد، نعم، كانت بدايات. أكيد بجهودكم صارت هيئة، وكانت الناس تتجمع في معسكرات، من ضمنها معسكر التاجي ومعسكرات أخرى في بغداد وحضور، وكانت حالة من يعني بعد في بدايات غليان وحضور وناس طالعة بالدشاديش، أي فعلا لابسة دشداشة، وناس يعني حتى ما شايل سلاح وكذا، يقولهم أنا بس أريد أروح. كل أنواع وفئات المجتمع طلعوا. أي والله. والتحقنا بعدين، تنظمت العملية، بدأت تأخذ شكل وبدأت تتهيئ وتتنظم بطريقة يعني أصولية. إحنا لازم نحكي بالتنظيم وكذا، وشون وصلت إلى ما هي عليه. رجعت أنا إلى دائرتي بعدين، صارت إنه إلا مخاطبات وكتب رسمية، الأمانة العامة أصدرت كتب تفرغ وسمحت اللي يتفرغ وفق الأصول وفق مخاطبات رسمية يستمر بالعمل، بس كعمل رسمي وأصولي ممتد التحقت بال 2018 بعمل رسمي. هناك كنت أخذ إجازة وأرجع، بعض الأحيان مساعدات، بعض الأحيان دعم من الأخوة، ولكن العمل الرسمي اللي فرغت فيه 2018 ولحد هذه الساعة. نرجع لهاي المعلومات وكيف تكونت هيئة الحجز الشعبي ووصلت إلى ما هو عليه، بس خليني أجيب السؤال للحاج أبو أكبر. يعني أول ما إجاك خبر الفتوى، وين كنت؟ ذكريات، هاي ذكريات لازم واحد يعني سبحان الله تجي ممكن بين فترة وفترة يتذكرها، فأريد نتكلم عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، مبارك لكم والأمة الإسلامية ولادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وكل الشكر والتقدير لقناة الأيام المجاهدة التي كانت ولا زالت من خير الداعمين للجهاد والمجاهدين في ميزان أعمالكم إن شاء الله. أكيد هذا التاريخ اللي عالق في كل أذهان العراقيين كافة، رجال، نساء، شيوخ، أطفال، ما أعتقد راح ينسى بسهولة. البعض يحاول أن يحرف هذا التاريخ وما مر على العراقيين في ذلك اليوم، الذي أعتقد جناب السيد أشار لإشارة جيدة أنه رب ضارة نافعة فعلا. الضارة اللي كانت هي بداية معطياتها للأسف من أيام مظاهرات الأخوة في بعض المناطق، كانت هناك معطيات واضحة أنه الأمر لم ينتهي على مستوى مظاهرات فقط، ولكن كانت بوادر لعمل عسكري واضح. في البداية كان غير منظم. في ذلك الوقت أنا أعمل ضابط عسكري في الجيش العراقي، و يعني أساساً أنت ضابط كان، نعم، عملك وفي مجال استخباري، فالمعلومات كانت موجودة فعلاً، وكل مجاهدين تقريباً اليوم اللي في الحشد الشعبي عندهم معطيات، يعني يعرفون بأنه الأمر لم ينتهي بهذه السهولة، لا، الأمر كان مخطط إليه بترتيب وتنظيم، وبالتالي راح يصل إلى العمل العسكري الواضح مثل ما صار هو نتاج داعش. نعم. وبايعت كل الرايات اللي كانت موجودة أنه يجب أن تكون تحت راية الدولة اللا إسلامي في ذلك الوقت، يعني القاعدة وغير القاعدة وبقية المسميات.
التوقيت كان مؤلم. نعم الكل كان عندنا نعرف انه تعرضات من هنا الى هنالك. الاهم في الموضوع كان هو حزام بغداد اللي وصل الخطر في اخر ايام اللي بعد سقوط الموصل. يمكن جاهدت جهاد عنيف للحفاظ على هذا الوضع. إيه؟ الامر الاخر اللي كان ايضا مهم جدا هو الحفاظ على سامراء والخط اللي ربطنا مع سامراء وصولا الى سبايكر القوه اللي كانت موجوده وايضا كان في بيجي في ذلك الوقت. فكان الجهد الجاهد لكل مجاهدين. كانت المسميات ما موجوده طبعا نحتفظ بكل اخواننا المجاهدين فصائل وحشد لكن كان العمل على مستوى الشخصي الكل كان يعمل بامكانيته البسيطه على مستوى فعلا. السلاح والامكانيه والدعم حتى العجلات واساليب الاتصالات حتى البعض يمكن دعم هو من ذاته باع يعني اشياء شيء حتى الكل بس كل الاخوه الحاضرين فعلا باعوا سيارات احسن سيدنا كل يتذكر انه البعض مواقف يراد له كتب تؤلف فقط على مستوى الدعم اللوجستي اللي باع من ذهب اهله او كذا او طفله تبرعت بشيء وطلاب تبرعوا بمصارفهم اليوميه هذا كان داعم للجهاد والمجاهدين في ذلك الوقت على قله الدعم على قله لكن كان الفتوى ودعم المراجع لهذا الموضوع اعطى الزخم العالي جدا ومثل ما تفضلت انه كان الناس تلتحق بدون اصلا سلاح ولكن هو ذاهب مستعد للاستشهاد لتحرير هذه المناطق وناسنا اللي موجودين فيها اللي للاسف تعرضوا لهذه النكبه الغيره العراقيه شفناها على اصولها اكيد واعتقد هي رساله كما معروفين العراقيين بهذه الصفه صفه الكرم اجادوا بهذه الدماء الحمد لله. في كل يعني في كل الاماكن وكل المحطات فاعتقد ذلك اليوم كان مؤلم كنا في حزام بغداد للاسف تعرضت مدينه الكاظميه للقصف ومنطقه ابراهيم بن علي وشيخ عامر وصولا الى هذه المنطقه باتجاه القرمي شبابنا اللي التحق في ذلك المكان على المستوى الشخصي بعدين تنظم الامر والتنسيق مع هيئه الحشد الشعبي كل الأخوة الحاضرين كانوا هم في الرعيل الأول على رأسهم كان الشهيد الحاج أبو مهدي رحمة الله عليه نعم. بعد ما تنظم الأمر استطاعينا أن نرتب هذا الوضع باعتبار لا رواتب لا أسلحة لا عتاد لا عجلات لا حتى اتصالات هذا تنظم الوضع ببركة الدماء وبركة النوايا الصادقة لهؤلاء المجاهدين طبعا أكيد الرحمة والخلود لكل شهدائنا اللي ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن من أجل هذه هسه اللي إحنا قاعدين حاليا هو بدمائهم خليني أرجع لك سيد أبو ضياء بعد ما دخلت مع السيد وبدت شلون مثل ما نقول الأجواء تبين عندكم أنه البلد شنو راح يكون به وكذا واستشهد الله يرحمه شنو الأجواء اللي صارت وين كنت لحظة الفتوى وشون إجاك الخبر طبعا هي الحركة صارت قبل صدور الفتوى بعد التعرض الكل معروف يعني بعد دخول الدواعش وسيطرتهم على كثير من المناطق والحرب النفسية بدأت بشكل كبير جدا بحيث يعني احنا ببغداد اتذكر بعض المناطق مثلا من شدة الارباك والقلق صعب الخمسة المحلات تعزل فعلا الى ان وصل لي الخبر مثلا واحد ناس وصل لي خبر الدواعش طبوا الى مدينة الصدر فأنا ظليت صافن قلت مدينة الصدر مستحيل يطبولها يعني لا مكانهم لا أهلهم كلش يعني فمن صارت أنا تقريبا يعني جزء من إخواننا يعني حالة عفوية والحمد لله الكل خصيصا الرعيل الأول مثل ما يتفضل سيد سلطان الرعيل الأول أكثر مجاهدين كانوا يعني قبل السقوط يعني هي مو جديدة عليكم هذه لا ما صور جديدة أبدا يعني الحمد لله والشكر يمكن الكل عنده مئات القصص كل القادة والآمرين عندهم تاريخ كلهم يعني تاريخ جهادي أو إن كان معتقل أو غير معتقل أو جاهد أو ضرب أو شكل تشكيلات احنا لازم نسأل عن الضربات نريد نعرف ايش كم ضربة مضروبين ايش كم إصابة ايش كم ايش صاير معكم فهذه الأسئلة لازم نسألها على كل نهاية بعد احنا صار حالنا حال بقية والحمد لله عندما صدرت الفتوى أنا واحد من الناس بعد ما بقى لي عذر أولادي ثلاثة التموا عليه قالوا بعد ها هي يعني انتهت بالنسبة لي طبعا قلت لهم روحوا دخلوا دورة يعني كان ما أخذتهم الحمية كلش يعني الكل تدري كان ما كنت يعني تنظيم عسكري فعلا عفوية وكل من جاب سلاحه بيده وقسم ما عنده سلاحه فقلت لهم خليه ترتب انتم بعدكم ما داخلين باعتبار يعني الشباب بعدهم قلت لي يقول ما بالغين يعني استوى بالغين بس القضايا العسكريه ما يعرفوا له فدخلوا دوره تدريب يعني دخلوا لهم دوره مضغوطه بحدود اسبوعين فمن صدرت الفتوى قلت لهم بابا
الحمد لله والشكر انا طالع قدامكم هم طلعوا يعني قلت لهم اختار المكان اللي يناسبكم وحالي حال البقيه يعني مو فد شيء نادر احنا سوينا له فد هذا بارك الله والكل الحمد لله مثل ما حزام بغداد مثلا اتذكر يعني السيد الجابر يعني فد مقدار كنت بمنطقته بقيت المناطق اروح له في جسر عامر او شيخ عامر اللي هي بصف يعني الشعله وشعله الكل تدري قريبه عن الامام الكاظم نعم نعم فذيك المنطقه وشون بدون اسلحه وبدون خبره وبدون فشي يعني عجيبه غريبه هي ذكريات والله مؤلمه فعلا بس من نتذكرها نحمد الله وشكرا انه وصلنا لهذا الامان اللي احنا بيه هي صحيح مؤلمه بس مفرحه غيرت المعادله بعد 2014 غيرت المعادله يعني والاثر موجود لحد هذه اللحظه اي حتى بينت انه ماكو طائفيه بالعراق ماكو شيء يفكر بالطائفيه بس اذا نريد نفكر بالطائفيه خلينا نحكي صراحه احنا شيعه ونفتخر بينا وتاج راسنا الحمد لله امير المؤمنين واهل البيت واحنا ايش عندنا رايحين للموصل ايش عندنا رايحين للتكريت ايش عندنا رايحين للبيج ايش عندنا رايحين للعوجه اي فعلا ايش عندنا رايحين للفلوجه بذاك الوقت اللي كانت شايله العلم للاسف مو اهالي الفلوجه بس خوف الاطراف من عندهم وبعض للاسف الشديد بعض مشايخهم معروف هاي ساحات الاعتصام اساس الفتنه هي كانت من هناك تنطلق وانطلقت طبعا هم الان هم ادركوا بعد هذا الشيء انه هاي الافكار كانت غير جيده غير صالحه احنا هم نريد حتى لخدمه هذه المناطق نفسها اللي كان بها حاله من الاقتتال وحاله من السلب والنهب والاعتزال عن الدوله ما حققت نتائج ايجابيه لهم يعني ما جابت بجدوى ايجابيه لهم بالعكس يعني دماء وقتال وحروب وما صرفت شيء ايجابي سيدنا خليني اسالك عن المعارك احنا نحكي وحد واللي داخل معركه وحد يعني احنا مرات اذا تنظروا بطلقه يمنا بسرعه نسوي هيك وهاي عاد انتم اللي شفتوا الـ 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 يعني الطلقات والموت على اصوله سولف لنا شويه عن هاللحظات واللحظات الاولى قتالكم مع داعش يعتبر من اشرس المعارك حتى كتبت عليه جميع الصحف الاجنبيه والاوروبيه والمحطات العالميه اخذته واعتبرته انه قتال ما موجود يعني سابقا حقيقه الحديث عن المعارك حديث طويل باعتبار انه معركتنا مع داعش لم تكن معركه قتال اصولي يعني قتال مسلكي مثل ما يقاتل الاخوه في الجيش مو نظام معركه كان نظام عصابات فعلا لذلك واجهنا مشكلتين اساسيه المشكله الاولى انه انت تواجه عدو غير منظم وعدو عقائدي فبالمقابل يحتاج لك الى ايضا فرد عمل على ناس عقائدين وغير منظمين يعني حرب شوارع والشيء اللي واجهناه ايضا عدم وجود تدريب للمقاتلين اللي اشتركوا في العمليات صد الهجوم الاول يعني خصوصا مثل ما ذكر الاخ ابو ضياء عانينا كثير في الدفاع عن حدود بغداد خصوصا في الضابطية شيخ عامر وانطينا شهداء وما كانت المعركة متكافئة يعني اولا هو العدو عنده قدرة على القتل الجماعي المفخخات العبوات الناسفة بينما انت يعني باعتبار انه سهلوا لبعض الموجودين في المناطق في البداية العمل او المناطق تركت هل هجروها فأصبحت بمتناول أيدي هؤلاء المجرمين فاستطاعوا أن يشكلون خطوط صد غير طبيعية مثلا عبوات وخصوصا مفخخات سببت فد إرباك في عملنا في البداية وإحنا ما متعودين على مثل هكذا معركة لذلك واجهنا في بداية السقوط بداية سقوط الموصل صعوبات كبيرة خصوصا في حدود بغداد يعني شمال بغداد لكن أعتقد بعد مرور فترة من الزمن قد لا تتعدى الأشهر استطعنا أن نسيطر على القطاعات وندربها تدريب سريع تعرفون هم شلون يتعاملون نعم تجربة بالنسبة لخوض المعارك كنا نسجل هذه ملاحظاتنا وطبعا كنا نعاني أيضا من نقص الآليات نقص المعدات نقص الأسلحة كثير حد 2015 بداية 15 حس 6 شهور ورا 2015 احنا كنا نعاني من النقص الشديد الاسلحه كانت اسلحه بدائيه نقدر لا مو بدائيه هو اصل العدو كان يقاتل باسلحه تقليديه يعني البندقيه والاحاديه لكن مواجهه العدو في قضيه المفخخات تحتاج الى اسلحه متطوره طبعا بعدين الحمد لله استطعنا اولا على تدريب القطاعات
واحنا خصوصا يعني لواء عاشوراء كنا ما ندز مقاتل اذا ما ندربه، يعني اقل شيء كنا ندرب على المقاطعه. يعني كنتوا تدزون مثلا مجموعه تروح تتدرب ومجموعه هي تقاتل، لو لا بنفس الان هي تتدرب وتقاتل؟ لا، طبيعه تشكيل الالويه كانت هرميه، يعني بدينا من القاعده مثلا ب 500 نفر وبدربنا صرنا 1000، دربنا صرنا 3000 وهكذا. يعني يعني انا القطاعات او الافراد اللي يعني طوعوا للواء مالتي اكثر من 12000 مقاتل ما شاء الله. الان موجود من عندهم قريب 3000، يعني اللي بقى من غير الشهداء والجرحى والنساء المتطوعين كانوا يجونا متطوعين من الجامعات وكذا. فاعتقد انه كانت المعركه في البدايه صعبه، كانت معركه مصيريه نحتاج فيها الى ان نقف بوجه العدو حتى نعيد تنظيمنا، باعتبار كانت هي اصلا سقوط سريع ومفاجئ، القطاعات العسكريه انهارت وبدينا نقاتل القتال الغير نظامي. الحمد لله انا اعتقد وراء يعني منتصف شهر سنة 2015 بدأت الأمور تأخذ منحى صحيح، خصوصا عندما دخلنا في مسألة تحرير سامراء وتحرير صلاح الدين. المعارك بعد سامراء وصلاح الدين كانت معارك متكافئة، كنا نطارد العدو، مو العكس صحيح، استطعنا أن نقف. إحنا كشعب بدينا نحس هذا الإحساس. يعني أنا أتحدث عن مثلاً قاطع الموصل، إحنا القطاعات اللي أمنت الطريق في بداية دخولنا 15/2016 كان أول ألوية دخلت إلى الموصل في تلول الباش تحديداً. في خلال أسبوع انفجرت علينا 8 مفخخات، واحدة من المفخخات كانت عبارة عن سيارة عسكرية كبيرة، هاي السيارات الأمريكية الكبيرة. هذه ايش قد تقتل لها؟ يعني مو مشكله، يعني هو صحيح فضاء لكن قتلت بالحقيقه، سقطت نقطه. لكن الحمد لله لو تسمعين يعني تسجيلات لمقاتلين اللي كانوا يواجهون مثل هكذا مفخخات تتعجبين. يعني اولا كانوا يواجهونها بهازيج وكانما هو ما قاعد، ما ادري، قاتل كتله حديديه ما يعرف شو كتل. يعني انا واحده من الاشياء اللي شفتها في معركتنا مع الموصل، فرد شظية كان تقريبا حديدة طولها مترين مربع، كبرها مترين مربع، وانتقلت من المكان التفجير 3 كيلوات وقعت علينا. احنا في 50 واحد بس ما هذه مو شظية موجودة عندنا باللواء محتفظين بها لحد الآن. شظية هي بعد هي انطلقت من السيارة، التصفيح مالها انطلق في مسافة 3 كيلوات. قتلت لا الحمد لله 50 نفر كانوا بالمنطقه منتشرين، اصلا ما وقعت في فراغ الحمد لله. قصدي رب العالمين، قصدي هذه القضايا كانت معركه بالبدايه مصيريه وما كنا مستعدين لها بصراحه. ما عندنا هيك شيء، ما داخلين هيك معارك. حتى في ايام الجهاد ما كانت معاركنا مثل مع النظام، كانت معارك كالرفار و كمائن وكذا، يعني اسلحه خفيفه رمانات. اما مفخخات وعدو وبهالشراسه والعقيده، طبعا كان يمتلكون عقيده كبيره في الهجوم على قطاعاتنا وعلى نقاطنا في خطوط الصد. لكن الحمد لله انا اعتقد صارت عمليه مراس وتمرين من خلال التجربه اكثر مما خلال هو يعني قضيه العلميه. وانا اعتقد ساهمت المساله العقائديه مساهمه كبيره في الوقوف بوجه داعش. ما كانت الاسلحه التقليديه ولا الكليات العسكريه ولا خططها ممكن ان تقف بوجه العدو، انما العزيمه بداخل كل عزيمه. وطبعا هذه ما بس تنطبق على الحشد، انا اتكلم عن قتال الاخوه الجيش والشرطه ومكافحه الارهاب. الكل كان يقاتل بعقيده هي مماثله لعقيده هؤلاء، بل زادت عليهم قضيه الفتوى والشرعيه، وقد هم لا يقاتلون تحت شرعيه محدده، لكن مقاتلينا كان حقيقه هذه تدفعهم الحاله الشرعيه بالاضافه الى الحاله الوطنيه اللي سببت حقيقة هذا النصر الكبير والسريع. المعارك اللي أخذناها خلال 4 سنوات وتقريبا 6 أشهر ما كان وقت، كان وقت قياسي في مسألة التحرير. الحمد لله الحمد لله. خلينا وياكم ناخذ فاصل شوية وبعدها نرجع لأسئلتنا. مشاهدينا خلينا مع فاصل ونواصل. مشاهدينا رجعنا وياكم بعد الفاصل ومتواصلين بهذه الأمسية الرمضانية الجميلة هذه الأجواء اللي نستذكر بها الأمور اللي حدثت بالعراق، الأمور العسكرية والأمور اللي الله لا يعيدها إن شاء الله علينا، وهذه الذكريات اللي بعضها جميل وبعضها حزين. خليني أرجع وياك سيد السلطان عن اليوم هيئة الحشد الشعبي صار لها اسم وثقل بالبلد؟
بدأت تدخل في مفاصل كثيرة من مفاصل حياة المجتمع العراقي، بديتوا تدخلون بأمور لوجستية وغيرها. كلمنا شلون يعني بديتوا تعلون هذه يعني إلى توصلون لهذه المكانة يعني. بعد صدور الفتوى المقدسة وطلعوا العراقيين ولبوا هذه الفتوى من كل الطوائف والقوميات، وأصبحت الحاجة ملحة إلى تنظيم هاي الناس، تنظيم قدراتها، تنظيم قدراتها المالية، العسكرية، اللوجستية، الأمنية، الاستخبارية. فصدر أمر ديواني في كان وقتها رئيس الوزراء السيد نور المالكي، وصدر أمر ديواني في حينها أنطى الملامح الأولى لتشكيل هذه المؤسسة العسكرية، والحق بالقائد العام للقوات المسلحة، وشكلها من 4 مديريات في كان وقتها. تأسست كانت بها الإدارة والاستخبارات واللوجستي وبعض الدوائر. ومن هذه الأمر الديواني الأول أصبحت مؤسسة حكومية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، جتها تخصيصات مالية جاه الدعم. كان أكو تعاون بين الجيش والداخلية والمؤسسات الأخرى، وبدت تبنى مؤسسة حكومية إدارية قانونية. بعدها صدر الشرعية. نعم، بعدها صدر قانون 40 لسنة 2016، وهذا العفو قانون صدره مجلس النواب العراقي. هو القانون اللي نعمل به حاليا، هو القانون والسند الشرعي والقانوني لهذه المؤسسة. وفق هذا القانون اللي عاملنا مؤسسة عسكرية لها مخصصاتها المالية وتجهيزاتها العسكرية ودعمها، بعدها انطلقنا تأسيس الإدارة وتأسيس الاتصالات، تأسيس الهندسة، تأسيس الاستخبارات، تأسيس الأمن، القيادات، العمليات، وأسوة بما موجود بوزارة الدفاع ومشابهين لمكافحة الإرهاب. فاشتقينا معدها نظامنا الداخلي وهيكليتنا. بعدها أصبحت مؤسسة داخلة في كل المجالات. بعد ما انتهت المعارك وصار الانتصارات وحققنا شوط كبير بجهود القادة، قادة النصر، وبجهود الشهداء، دماء الشهداء، بجهود القادة الحاضرين والأخوة اللي ما موجودين ويانا، أصبحت هذه المؤسسة دخلت في ميادين أخرى بعد التحرير اللي هي الطوارئ، يعني للاستفادة من المجهود، القدرات والمعدات اللي عندنا والآليات اللي عندنا. دخلنا بأول مهمة بعد التحرير هي مهمة فيضانات في جنوب العراق، وكانت وقفة حقيقية للحشد الشعبي بإنقاذ المحطات النفطية في جنوب العراق، ودعم العوائل التي كانت على هور الحويزة والسويب والقرنة والسيبة وامتداد شط العرب. فكانت وقفة حقيقية للحشد الشعبي، أنقذنا محطة مجنون كانت أن تغرق هذه المحطة. هذه أول عمل. ثم بدأنا بحملات إعمار، حملات تنظيف، حملات كري الأنهر في وسط العراق، في جنوب العراق، بلد، في الدجيل. بدأ الجهد الهندسي يدخل في ميادين العمل، والآن إن شاء الله دخلنا في مشروع الزراعة وتطوير القدرات والتأمين الغذائي، وتأسست شركة المهندس وأصبحت نافذة بالعمل، وأصبحت المؤسسة عسكرية تنموية تدعم الاقتصاد العراقي، وهي أصلا مؤسسة أمنية داعمة للأمن العراقي. إن شاء الله يا ربي يعني نشوف أشياء يعني على أرض الواقع. حمينا مثل ما سويتوا بأرض المعركة نشوف بأرض الواقع أمور الله. كثيرة لوجستية. خليني أرجع لك سيد، الألوية ويعني التسميات اللي موجودة بهيئة الحشد الشعبي، هل هي نفسها ما موجود في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية؟ كيف يعني فصلتوها؟ كيف كانت التسميات؟ هذا يسمى قائد وهذا يسمى لواء وكذا، نفس ما موجود في الجيش العراقي؟ لو أكو فرق يعني. أكيد في البدء كان العمل يعني بعنوان مجاهدين بأعداد موزعة ضمن محاور. لكن وكانت اكثر الفصائل الفصائل المجاهده وفصائل المقاومه اللي كانت تعمل في ذلك الوقت، بما فيها فصائل اللي كانت تعمل خارج العراق وداخل العراق. نعم. وضعها المنظم اكثر مما بقيه الالويه اللي عله صدرت او تشكلت بعد فتوى الجهاد الكفائي. لكن مباشره بتسجيل الحشد اللي يعني بعد ما صدر القرار وثبتت هيئه الحشد، كان لزوما علينا ان يتنظم الوضع اكثر باكثر، يعني العدد يكون ينظم والألوية تنظم أيضا. نعم. شؤونها الإدارية، شؤونها المالية، شؤونها العسكرية كافة، العملياتية تنظم أفضل مما هو كان في البادئ. نعم. فتشكلت الألوية تقريبا بصورة عامة كانت في البدء طبعا أكثرها مسمياتنا
اللي نفتخر ونعتز بها بمسميات الجهادية السابقة طبعا. بعدها كان لزوما انه يعني عذرا على المقاطعة، نعم. ليش نسمع ابو فلان ابو يعني هذه الها يعني ذكريات اخو بحكي اي كل اخوان نعتز بها يعني اليوم مثلا جناب السيد ابو احمد حجي ابو يعني الكل كنيات يعني كنيات كانوا اكثر الاخوه يعني في العمل السابق الجهادي كان يستخدم هذا الاسم فهو مستخدم اعتزازا به سابق يعني اسم سابق مثل سيد سلطان ما ادري بشيء الله يعلم بعدين ان شاء الله شنو كنيتك كنت اسمى سابقا ابو حسن بالبركه السيد الله يحفظكم فبما فيها مسميات الالويه كانت اليوم بعد كان يعني يكون يترتب الوضع فصارت ارقام بدا من اللواء الاول الى الالويه اللي وسط حدود اليوم انضافتنا اخواننا في الحشد العشائري وايضا كمل العدد تقريبا نعم اكو فرق في الاعداد يمكن اكو لواء يصل 1500 لواء 3000 ولكن يعني ما محدد ما محدد بسقف ثابت لكون انه يحتاج تنظيم اكثر بعد نعم. بسبب انه الامكانيات اضافه الاعداد المفسوخه عقودهم في طور انه اكمال هذه الاعداد حتى تنظم بصوره صحيحه ويكون العمل اداري افضل مما هو يعني عليه في السابق هذا اثار طبعا سهل علينا كثير العمل يعني سهل شؤوننا المالية الإدارية الأمور المراجعات تنظيم كان ميكانية. ضروري جدا باعتبار في السابق إحنا نستلم العتاد في قصاصة في العمليات الحجي موجود ويصرف لابو فلان أصرف انتهى راح يستلم العتاد ماكو كتابنا ماكو كتابنا ليش طبعا لضغط الواقع يذكرون الأخوة يعني قواطع كانت ساخنة جدا القواطع طبيعة الأرض والإمكانيات ماكو تساوي بيها مثل ما قال السيد قواطع اولا طبيعه الارض ما كنا نعمل بها سابقا وان كان بعضنا عسكري كان نعم. طبيعه الارض يعني نوعا ما تكون مجهوله بعدنا ما مثلا مشتغلين بها اكثر واستطلاعنا كان قليل نعم. امكانياتنا الاستخباريه نعم. الامر الاخر هي الامكانيات شغلا في المفخخات الاسناد الصاروخي اللي طور الحشد كان يرد عليه يلا قدرنا نسيطر على هالوضع بهاي الامكانيات والدعم احتاج ويا تنظيم الويتنا انتج كثيرا وفعلا بدا العمل يستقر والمنجز كان واضح في بدايه يعني بال15 الحمد لله وضع الالويه وضع المديريات استقر امر الاداره العملياتي كان يمشي بصوره صحيحه جدا والحمد لله طبعا الحمد لله سيد ابو ضياء اذا يعني ارجع بسؤال هو عرضي بعد كم يوم راح يجينا تاريخ 9/4 هذا التاريخ يحتارون به العراقيين ورد هذا الجواب من عندكم كلكم بصراحة يعني ما لا ضير أنه تتداخلون بالجواب 9/4 ناس تقول سقوط النظام ناس تقول سقطت بغداد ناس تقول احتلال إحنا شو نسمي هل نفرح هل نضوج هل نزعل شنو اللي نقدر نسويه بهذه المناسبة يعني وشنو نقدر نسميها هو 9/4 سبحان الله يتزامن ويا ذكرى استشهاد سيد شهداء العراق سيد محمد باقر الصدر والعلوية نعم تقريبا يوم 8/4/9/4 تقريبا بالضبط والعلة الرئيسية للعراقيين وللعراق وبعض الدول العالم تدعي انه ما تحب صدام وتريد هي مسك صدام اللي كان يعتبر اكبر طاغوت في المنطقة نعم شيء من يقدر يلزمه من يقدر يسيطر عليه من يقدر بغداد هاي ما حد يقدر يوصله لو تنقلب الدنيا فكانت اكو فرحه داخليه لسقوط الصنم نعم ها يعني طبعا اكيد نفرح ليش ما نفرح حنا حال بقيه من كان يدعي وقتل ناسنا واهالينا والبعض شو يقول هو يوم احتلال شلون نفرح به باعتبار احتلال شنو مصدام كان محتلنا هو صدام من هو ليش يعني غلط طبعا هي ايام زمان احنا ما ملحقين على الاستعمار هو احنا جبناها من ذاك يوم ذاك الوقت غيروا وقالوا بسموا روحكم جمهوريه سووا روحكم جمهوريه سووا روحكم اماره سووا اذا اسمح لي ابو ضياء تسمح لي الاخوه احنا هذا الموضوع به جنبتين شرعيه نعم المفروض الشعب العراقي يطلع عليها في قضيه مسمى انه هل هو احتلال او وانا لا اريد ان اضيف شرعيه للامريكان او غيرهم احد نحن مفردتين كمجاهدين المفرده الاولى ذكر سماحة السيد شهيد المحراب في تحديدا يوم 10/4 تحديدا يوم 10/4/2003 عندما التقى بكل قيادات بدر اللي كان متوجه إلى العراق وطلب من المجاهدين والقيادات الموجودة يعني كان بحدود 300 إنسان داخل حاضر في هذا الاجتماع في منطقة الأهواز
طلب أنه أولاً أن نتعاطى مع الاحتلال الأمريكي على أنه واقعي وليس شرعي. هذه واقعي فتوى. وليس شرعي فتوى هذه نعم هو رجل مرجع واقعي وليس شرعي ويجب أن نكون أمراً واقعاً يعني كسر لياها العفو واقعي يعني هو محتل إجا بالقوة يريد يأخذ العراق واقع. مثل ما صدام الحزب أخذها بالقوة شو يعني نتعاطى وياه نتقبله أو نتعاطى وياه نتعاطى معه وإيش قال قال ويجب أن نكون أمراً واقعاً هذه نقطة ثانية أنا أعتبرها فتوى بالنسبة لي والنقطة نعم. الثالثة اللي ذكرها شهيد المحراب أنه علينا أن نرفع الحيف عن الشعب العراقي إحنا رايحين مو نكون مع الأمريكان لكن نرفع الحيف عن الشعب العراقي هذه نقطة إحنا كمجاهدين خصوصاً الذين ينتمون لخط شهيد المحراب أخذنا الفتوى في هذا الموضوع كنا نقول لسيدنا إحنا نروح بسلاح لو بدون سلاح وهذا الأمر هو شرع قبل لا يستشهد بتقريباً 10 أيام في النجف عندما التقى بقيادات المجلس الأعلى أو كل طاقم المجلس الأعلى سواء بدر والحركات الأخرى وقال يجب أن نحول منظمة بدر أو فيلق بدر إلى منظمة ليش؟ لأنه قال إحنا بعد ما نحتاج ما عندنا عدو قاتلة بشكل واضح إحنا اليوم كنا نبني البلد مع وجود الحالة الدولية اللي هو وجود الاحتلال جهدها نستفاد من عنده مو لا لا ابدا ما لنا علاقه بجهد الاحتلال الاحتلال يعمل بجانبه واحنا كنا نعمل بجانبنا مثلا تشكيل كتابه الدستور العمليه السياسيه تداول السلطه انتخاباتي قضيه تداول السلطه هذه كل الامور لو ما متداخلين مع ما حصل من تغيير في العراق كنا نفقدها يجي غيرنا ياخذها مثل قضيه مصر يجيبون سيسي ويخلوه القضيه الاخرى المهمه انه المرجعيه الدينيه ما اعطت اجازه واضحه لأنه إحنا نحارب المحتل بالسلاح كانت تطالب بالمحاربة بالعمل الديمقراطي واستخدام الصلاحيات الدولية أو الأنظمة النظام الدولي في الأمم المتحدة للخلاص من الاحتلال ودعمت العملية السياسية حرضت على أنه يكون كتابة للدستور صحيحة وأن يكتبها عراقيين دعت الناس للمشاركة بالانتخابات ما سمعنا إحنا تصريح من نقاتل العدو ولكن كان هناك تصريح وتلميح أن نكون مع العدو فالتعاطي مع الملف الأمريكي أكو ناس بصراحة تعاملت معها بجهل شديد إحنا اليوم لولا يعني ما ذكره شهيد المحراب لو ما متحول لمنظمة بدر إلى عملية سياسية والآن هي تمتلك أعضاء برلمان وتمتلك كتلة سياسية كبيرة كان ممكن أن يكون هم تعاطوا معنا كما يتعاطون مع الإرهاب مثل ما حصل في أفغانستان لذلك أنا أعتقد يجب أن نحدد موقفنا الشرعي من الاحتلال نحن لا أنا شخصيا لا أؤمن بالاحتلال الأمريكي ولا أعتقد أنه جاء في الخير إلى العراقيين لكن الله سبحانه وتعالى واحدة من السبل التي أنعم بها عن العراقيين أن سخر هؤلاء الأعداء لإسقاط نظام طاغية كان ما بالإمكان أن تسقط معارضة عادية استثمرنا هذه الفرصة بشكل صحيح وتعاطينا معها صحيح والحمد لله اليوم إحنا ننعم حقيقة بحرية في اختيار الممثلين في اختيار رئاسة الوزراء نعم أكو ضغط دولي لكن لو كان المسلمين إنه هذا احتلال وهو يلعب بكيفه كان الآن الحكومة غير حكومة والدولة غير دولة والدستور غير دستور خليتني سيدنا خليتني يجي سؤال بالي هو سياسي عادي أسأل سياسة شوية شو ليش أكو ابتسام أسأل سياسة أنا سيريني سياسة شو لا سيري هو عسكر وسياسي اليوم حكومة السيد يعني شيع السوداني وما يحدث اليوم وعلى أرض الواقع شنو رأيكم بها وشنو تتوقعون لما هو قادم يعني خليني أبدي بي. والله الحكومة جيدة الآن تأدي دور جيد وأدت مهامها والآن أكو نجاحات واضحة وما لوحظ لحد الآن إخفاقات بأدائها نعم أكو ضغوط خارجية ضغوط داخلية عدم قناعات ولكن لحد الآن هذه الحكومة أدت دورها بنجاح وجهت نظرك أنه جيد إحنا جيدة نشوف لحد الآن أكو تغييرات بعض التغييرات تغييرات إيجابية أكو هدوء أكو استقرار نفسي نعم حالة الضغط بالدولار بالاقتصاد هذه ضغوط خارجية وقتية ولكن الحكومة لحد الآن جاي تمشي بخطوات جيدة تعقيبا على تاريخ 9/4 ملاحظة هي ما أدري يعني تخطيط إلهي الله سبحانه وتعالى ذلك اليوم قرب عن الشهيد الأول رحمة الله عليه لما مر على العراقيين في ذلك الوقت والتاريخ بقى متعلق غريب ليش مو مثلا يوم 20/4 ليش مو 5/4 أكيد تخطيط يوم الله سبحانه وتعالى دماء
السيد الشهيد الأول رحمة الله عليه، وما مر على ناس اللي في الداخل وفي الخارج. نعم. من ضمنهم مثلا السيد الشهيد الثاني محمد الصدر الثاني، والسيد محمد واقد الحكيم، عائلة الحكيم اللي أعطت ما أعطت بقية علمائنا، شهداء المرجعية اللي أعطيناهم الشيخ البروجردي رحمة الله عليه، الشيخ الغروي. نعم. كثير هؤلاء الدماء لم تكن سهلة عند رب العالمين. الله تخطيط خطط أن يفضح الطاغية على يد الأمريكان. نعم مثل ما قال السيد، إحنا الموضوع بموازنة. نعم الأمريكان احتلال، ولا نؤمن ولا أن تعاملهم، وكنا أكثر من الناس من يعاني من في وضع داعش اللي كانوا هم لم يدعمونا أبدا، بل كانوا نقمع على وضعنا في داعش، ولم يكن لهم أي يد في العون لنا، بالعكس كانوا بعض الأحيان دعم واضح منهم لقواطعهم. في كل قواطعنا كنا نرى الدعم واضح من قبل الأمريكان إلى الدواعش. فيما يخص الحكومة، أعتقد رأيي الشخصي السيد الشيعي السوداني إن شاء الله أعتبره خطوات موفقة، خطة فيها اليوم يحتاج دعم، يحتاج مؤازرة، باعتبار أنه خرج من معاناة، وخرج من مخاطر كان عسير تشكيل الحكومة، يحتاج الدعم أكيد. إحنا كحشد الناس كجهة عسكرية ما أن ذاك الدخل السياسي، لكن يهم الحشد وضع الدولة مو الحكومة. إحنا اليوم خير من يدافع عن الدولة بما هي دولة، ما إحنا نجي اليوم ندافع على نظام معين أو حكومة معينة، كما دافعنا عن العراقيين في السابق، ودافعنا في كافة المحطات اللي عشناها في كورونا، في الفيضانات، في الزلازل، في كل ما يحتاج الشعب العراقي. اليوم أيضا نحافظ على هيبة الدولة. سقوط الدولة معناته مو سقوط حكومة فلان أو فلان، لا، سقوط دولة معناته خراب المؤسسات وأذية الإنسان العراقي على معاناته. اليوم شفنا أنه أكو متنفس كان للشعب العراقي. نعم بعض المشاريع اللي بدت نشوف أنه بها إن شاء الله بها خير للشعب العراقي. نسأل من الله أنه التوفيق لهم، أن يكون إن شاء الله باب التوفيق وباب فرج لإخواننا العراقيين إن شاء الله جميعا. مخرجنا إيش قد باقي لي وقت؟ دقيقة. يعني الوقت سبحان الله انتهى، وبعد عندي كم كبير من الأسئلة، لكن سؤال مشترك بهذه الدقيقة أخذ الإجابة منكم. هل بعد لا سامح الله أكو خطر من داعش، ونبقى يعني شوية عندنا تخوف، لو لا من وجهة نظركم أنه لا هذا الموضوع انتهى بعد وما راح يعاد ملف داعش؟ لا، ذاك العنوان الكبير اللي دخلوا به لا ماكو شيء. اي اكيد اكو خفايا، اكو اسرار، اكو مضمومين، بعض الجيوب، بعض الاماكن، لا ماكو. والحمد لله شعبنا وصل الى مستوى راقي جدا من التوعيه، صار عندنا جيش عقائدي. يعني جيشنا بالبدايه احنا قلت لي يقول منا ومنا جيش، بس الان لا ما شاء الله شبابنا صارت قيادات، حتى قيادات جهود يعني الاستخبارات صاروا بصفه عامه. جهودنا الاستخباراتي من ارقى الاستخبارات في العراق الموجوده، هي استخبارات الحشد الشعبي. وتعاون الناس مع هذا الخوف والهلع والعدم اطمئنان الان الرفع بشكل كامل وكبير جدا. الوضع السياسي في استقرار ان شاء الله، نتمنى إن شاء استقرار الله. تام طبعا. الحمد لله وقتها كوها مشاكل اقتصاديه فتحاله طبيعيه طبعا. العدو ما يخليش تستراحين، لان مثل ما جاب الدواعش يجيب لك غير مصايب، بس الوعي العام الان لا بيستعمل جيد. سيدنا، انا اعتقد ان الخطر لا زال قائم، والخطر قد يكون اكبر من معركتنا مع داعش، باعتبار معركتنا مع داعش كانت معركه مواجهه وعدو واضح. اليوم بعد ما عدونا الاصلي، عدونا الاساسي اليوم اللي يحرك الاشياء في العراق وهو عدو دولي، اليوم من عرف نقطه قوتنا في التفافنا حول فتوى المرجعيه، عقائدنا، عدم وجود طائفية، الدفاع اللي حصل مستميت، ممكن يفكر بخطط أخرى. والإعلام اليوم يقف فرد عدو، يعتبر عدو ثاني أخطر من داعش، وبنفس الوقت وجود نفوس مريضة، مطامح سياسية مغرضة، بالإضافة إلى هذه المؤسسة، مؤسسة الحشد الشعبي قد تكون الوحيدة المميزة في الاستهداف من العدو في معركة مقبلة قد تكون ثقافية عقائدية. فمهمتنا جميعا بالحقيقه اولا نحافظ على هذا الوطن الكبير، ونحافظ على دماء الشهداء، ونفس الوقت نحافظ على مؤسسه الحج الشعبي. اللي كان انا عندي سؤال، يعني عندي جواب طويل تعدش دقيقه، هو احنا المشكله وقت البرنامج في موضوعه انه الحشد الشعبي حشد قوات امنيه لها راي، هي ليست قوات منقاده لحكومه،
نعم سنة. تدافع عن النظام، تدافع عن النظام، تدافع عن الوضع السياسي. نعم. هي ليست جهة سياسية، هي لا تنتمي إلى جهة هي سياسية، هي تدافع سنة. عن الوطن، عن النظام، عن النظام وليس الحكومة السياسية، النظام سنة. النظام فيه دستور، فيه الدولة، نظام الدولة لا يسقط باشر، يعني مو عن شخوص، لا ولا شخوص ولا عن كيانات. نظام الدولة إذا خرج الحشد عن الدفاع عن نظام الدولة وإلى قضايا أخرى حتى طائفية، أنا أعتقد فشل الحشد وفشل العراق. بارك الله. البقاء على أنه إحنا نحافظ على النظام حتى لو كان بيد أخواننا السنة. فليش يشتبه واحد شيعي سني كردي في يوم من الأيام أن يحلم يحاول أن يزعزع النظام في العراق؟ لا يحلم، حتى في الحلم لا يشوفه. كل القيادات الموجودة الآن اللي تلاعبت بمصير العراقيين سنة وشيعة وأكراد لا يحلمون أنه يجون يغيرون النظام على هواهم. يجب أن يكون التغيير شعبي، تغيير شعبي وبحرية وبدون ضغط وبدون عبلطجة. ذيك الساعة احنا نقبل كحشد شعبي، كقوة أمنية تابعة للدولة لها رأي. نحن قوات عقائدية، احنا مو قوات مسلكية، عقائدية. انتم جيتوا بعقيدة كل اخواننا عقائدي. نتحدث عن الجيش والشرطة بنفس النفس، احنا ما جاي نميز بين القطاعات الأمنية. بارك الله بكم، واني اسفه الوقت يعني كلش، يعني ان شاء الله لقاءات اخرى ناخذ حيز اكبر من يعني نضيء على بعض الامور والمحطات اللي موجوده. شكرا جزيلا لوجودكم ويانا، شرفتونا ورمضان كريم عليكم مره اخرى. مشاهدينا محطاتنا مستمره وياكم، انتظرونا بمحطه جديده. الى اللقاء.